الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره. وفي رواية: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. الرؤية والحلم والفرق بينهما، لأن كثيرا من المسلمين يسألون عن هذه المسألة، وأنا أوجهكم إلى ما كان يفعله السلف في هذه المسألة، فهي مسألة كان لا يعبأ بها كثيرا السلف، ولكن صرنا نعبأ بها. الرؤية